مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم راح نحضر الوصفة اللي ترند هالفترة، وصفة الحلو التركية كازان دي بي، بطريقة كتير سهلة واهم شي انه بدون بيض، مع انه الكل عم يعملها ببيض بس انا جبت لكم وصفة بدون بيض. بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وبخمس دقايق بتجهز. وهلأ راح اترككم مع الوصفة. بالبداية راح احتاج كاستين ونص من الحليب كامل الدسم، راح اضيف عليه بس معلقتين طعام من السكر، راح نزل عليهم 4 معالق طعام من النشا. فيكن تضيفوا تنتين نشا وتنتين طحين، بس انا اكتفيت بس اني اضيف نشا. وبديل البيض يلي هو معلقة طعام من الكريمة الخام، هيك بتضمنوا انه مستحيل يزنخ معكن. والبيض نحن بالعادة بنحطه بالحليب لحتى يعطي لزوجة وتقل، فاذا ضفنا كريمة بيعطي لزوجة وتقل ونكهة طيبة. بحركن على البارد وبعدين ارفعن على النار، بس يبلشوا يتقلوا رح ضيف عليهم مكعب زبدة لحتى تزيد دسمهم ويطلع اطيب. وهلا بمقلاية رح نكرمل تقريبا 5 معالق طعام من السكر البودرة، فيكن تضيفوا سكر عادي بس البودرة أسرع إنه يتكرمل، وهيك بتضمنوا إنه ما يطلع فيه برغلة ولا حبيبات سكر مو دايبة. وهلا من بعد ما وصلت درجة الكرملة لهاللون رح نضيف خليط الحليب، ورح نتركه شوي صغيرة يغلي تقريبا دقيقتين لحتى يتماسك مع الكراميل. وطبعا إذا بتحبوا حلاوته خفيفة ففيكم ما تضيفوا أبدا بخليط الحليب سكر وتكتفوا بس بالكراميل. ومن بعد ما نشيله من على النار رح نحطه بالثلاجة أقل شي ساعتين لحتى يبرد ونقدر نقطعه. وهي هون عندي من بعد ما برد، هلا رح شيل الاطراف مشان اقدر اقطعه بشكل متساوي. وهلا بقطعه لمستطيلات متساوية ورح نلفها. لفوه بالنسبة طول بيساعدكن اكتر شي. وانا لانه ما تركته غير نص ساعة بالبراد لانه ادم صار ينق عليها وبده ياكل منها، فلهيك شقشقت معي شوي. طبعا اذا تركتوها لمدة ساعتين بالبراد فما رح تشقق. بالاخير بتزينوها باي نوع مكسرات او بصوص كراميل. طبعا صوص الكراميل عملته من قبل على القناة، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا تعملوا الكازان دي بي على طريقتي بدون بيض وبمكونات بسيطة وموجودة بكل بيت، ما بتاخد معكم وقت ابدا، ونكهة الكراميل فيها كتير طيبة. كرملة السكر مع الحليب طلعت بتشهي. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.